لا تخفي منظمة الصحة العالمية قلقها بشأن وضع المدنيين شمال غربي سوريا، المنطقة التي تعاني شحاً في تدفق المساعدات منذ زلزال 6 فبراير. وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن 2,500,000 طفل تأثروا بكارثة الزلزال في الشمال السوري وحده. وليد إبراهيم أحد الناجين من الزلزال، لكنه فقد أكثر من 20 من أفراد عائلته، بينهم شقيقه وابن عمه وجميع أطفالهما. ويقول وليد بحسرة إنه لم يتمكن من إخراج جثثهم من تحت الأنقاض إلا بعد 2 من الزلزال. بس ظلت العالم نهارين 3، العالم تحت الباطون. ظلت عالم 4 أيام تحت الباطون. طلع هيك ما تقدر تشتغل شيء. الإيد ما بتساعد. ويعني راح لنا عيال أخوي وعياله وولاد عمي وعياله 25 واحد. ورغم بدء تدفق وصول قوافل الإغاثة الدولية إلى الشمال السوري، إلا أن هذه المساعدات لم تتضمن أي معدات ثقيلة أو آلات يقول رجال الإنقاذ إنهم بحاجة إليها لإزالة الأنقاض بشكل أسرع، فيما يعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم المزيد من المساعدات الغذائية والطبية. وحث غوتيريش مجلس الأمن الدولي على السماح بوصول المساعدات إلى سوريا عبر أكثر من معبر، كما ناشد المجتمع الدولي من أجل جمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، قائلاً إن هذه التبرعات ستوفر إغاثة لنحو 5 ملايين سوري وستغطي فترة قوامها 3 أشهر. من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية وقوع كارثة إنسانية أخرى ما لم يحصل الناجون من الزلزال بسرعة على مأوى وغذاء ودواء، إضافة إلى خزانات مياه نظيفة لتجنب تفشي وباء الكوليرا. سناء المهداوي، تيرت عربي.